انظرا إلى هذا المنظر. الجو رائع اليوم. حسناً يا همام، سنأخذ استراحة لخمس دقائق. همام انتظر، لا تبتعد كثيراً. همام، يبدو أن همام في حاجة إلى المزيد من التدريب على الطاعة يا أماني. أنت محق بهذا يا نبهان. مرحباً همام. مرحباً همام. مرحباً بكما، ما الذي تفعلانه؟ سنبني أكبر قلعة رملية في العالم يا نبهان. سيكون فيها سور وخندق مائي وبرج عال. انظرا، لدينا راية أيضاً. هل استطاعتكما اللعب معنا؟ نحن نود ذلك، لكن لدينا عمل نقوم به. يجب علينا أن نصنع نسخة أخرى لمفتاح الحوامة، المفتاح الوحيد بحوزة ساهر، وتعرفان ما معنى ذلك. ساهر يفقد مفتاح الحوامة دائماً. هذا صحيح، سنذهب كي نصنع نسختين احتياطيتين لنتخلص من متاعب فقدان مفتاح الحوامة نهائياً. أماني، أرجوك العبي معنا قليلاً. أرجوك، خمس دقائق فقط. حسناً، خمس دقائق فقط لا أكثر. اجلس يا همام، اجلس. أحسنت يا همام. سأنتظركما هنا، لا تتأخرا كثيراً. شكراً يا شهاب. كيف يخرج نبهان ومعه مفتاحي الخاص؟ ألا يعلم أنني المسؤول عن الحوامة سراب هنا؟ إذا أردنا بناء القلعة الرملية الأكبر في العالم، فالأجدر بنا أن نبدأ بالحفر الآن. حسناً يا أطفال، سنبدأ العمل. سوف أقوم بصنع برج رملي ضخم لأضعه على أعلى قمة في القلعة. رائع، والآن سنزينه بهذه الراية. أحسنتما. شرارة، هل تسمعني؟ شرارة، أسمعك بوضوح. ما موقعك بالتحديد؟ قرب الرصيف في الحاجز البحري. هل نبهان بالقرب منك؟ نبهان ليس هنا حالياً، لكنه سيعود في أي لحظة. أيمكنك أن تخبره بأن دهشان يود استعادة مثقابه؟ نعم، سأخبره بذلك. شكراً يا شهاب، إلى اللقاء. هيا يا نبهان، علينا العودة إلى العمل. يجب ألا ندع شهاب ينتظر أكثر. استمتعا بوقتكما. شكراً يا أماني، شكراً على مساعدتكما في بناء قلعتنا الرملية. نراكما لاحقاً. هيا بنا يا دحروج. لا فائدة أبداً من الجلوس والانتظار. سأذهب للعثور على نبهان واستعادة مفتاح الحوامة سراب. أسفاني يا شهاب، لقد أخذنا الوقت في بناء القلعة الرملية. اتصل بي شرارة وأخبرني أن دهشان يريد استعادة مثقابه. يا إلهي، وعدت دهشان بأنني سأعيده إليه هذا الصباح. سنصنع نسخة مفتاح سراب أولاً، وأثناء عودتنا نمر لإعادة المثقاب إلى دهشان. حسناً يا أماني، آمل ألا يغضب مني دهشان لتأخري. أمتأكد من أن شهاب وفريق الشرطة موجودون على الرصيف؟ أخبرني شهاب بأنهم هناك. كانا ذاهبين لصنع نسخة مفاتيح احتياطية. آمل أن نجدهم هناك. لا أريد قضاء اليوم في القيادة عبر مدينة الأصدقاء بحثاً عن مثقابي الكهربائي. منى وراجي يقومان ببناء قلعة رملية على شاطئ البحر، وأنا سوف أبني قلعة أكبر منها، سأجعلها تصل إلى السماء. أنت لا تستطيع القفز أعلى مني يا جزر. ما هذا؟ هل أنت بخير؟ إنها مفاجأة. لقد طار إلى هنا لإلقاء التحية عليكما.
يا إلهي، أين هو؟ أين هو؟ أين؟ هل أضعت شيئاً يا نبهان؟ أجل، مفتاح سراب. أنا متأكد أنني وضعته في جيبي. لم أعثر عليه في أي جيب يا أماني. أيعقل أنك نسيته على الشاطئ؟ أجل، أعتقد أنني نسيته على الشاطئ عندما كنا نبني القلعة الرملية. نبهان، علينا أن نجده حالاً، فربما يحتاج أحد ما لسراب في حالة طارئة. سنقع في مشكلة كبيرة من دون المفتاح. هذا أمر محزن، لقد كانت قلعة رائعة. لا تحزني من أجلها يا منى، سوف نبني قلعة أخرى وأكبر من تلك القلعة، وسنضع الكثير من الرايات على قمتها، وسنبني سوراً هاي، مفتاح الحوامة سراب. يا إلهي، لا، لا أثر لشهاب هنا. ربما أصبح لديهم حالة طارئة. يا إلهي، قد يستمر بنا الحال هكذا طوال اليوم. النجدة! النجدة! نحن هنا! بسرعة يا دهشان، يبدو أنهم في مأزق. توقف يا ساهر، أنا سأجلب المفتاح. أنا أفضل باحث عن المفاتيح في العالم. لا يمكنك السباحة يا جزر. هذا صحيح، ولكن لو كان باستطاعتي السباحة لكنت أفضل سباح في العالم. لا تقم بهذا يا ساهر، البحر هائج جداً. علي أن أستعيد ذلك المفتاح. لا شيء سيمنعني من فعل ذلك. يا إلهي، انظروا ما الذي يفعله ساهر. ساهر! شرارة، ما الذي يفعله فريق الإطفاء هنا؟ يبدو أن راجي ومنى في مأزق. من الأفضل أن تذهب إلى هناك حالاً. مفتاح الحوامة سراب هو مسؤوليتي أنا، لم يكن على نبهان أن يأخذه مني أبداً. ساهر على حق، كان مفتاح الحوامة مع ساهر أكثر أمناً مني. ما الذي تقصده يا نبهان؟ أنا من أضاع المفتاح. أنت لم تضعه يا نبهان، بل وقع منك من غير قصد. ماذا؟ لابد أنه وقع منك على الشاطئ. ثم أتت موجة على الشاطئ وسحبته معها إلى البحر، لأن الموجة كان قوياً اليوم. يا إلهي، وساهر يحاول العثور عليه. لا فائدة من هذا الآن، لابد أن الموج قد سحبه لأميال بعيداً من هنا. لقد اختفى المفتاح يا فلفلة، لن نعثر عليه أبداً. هذا رائع! رائع! أحسنت يا فلفلة، أحسنت! رائعة! أحسنت سرعاً يا فلفلة! أمسكته! أحسنت صنعاً يا فلفلة. شكراً لك يا شرارة. آسف لأنني نسيت موضوع المثقال. لا عليك يا نبهان، من حسن الحظ أننا تبعناك، صحيح؟ مفتاح الحوامة السراب هو مسؤوليتي أنا فقط. أنت على حق. إذن سأذهب أنا لصنع نسخة احتياطية منه، اتفقنا؟ اتفقنا يا ساهر. هاي، أتعلمون لو كنت أستطيع السباحة لكنت أصبحت السباح الأفضل في العالم كله، وكنت سأتقن جميع السباحات، ولكان باستطاعتي السباحة كهمام، عندها كنا سنسبح بطريقة الكلاب معا. إلى الأعلى، إلى اليسار. لا لا، يسارك أنت. أوه، هذا هو المكان الصحيح. أمستعد يا دهشان؟ بالتأكيد مستعد، لا أحب التأخير. كل شيء جاهز للعمل؟ نسيت يا فلفلة، دهشان ذاهب إلى الشاطئ في إجازة مدتها أسبوع. صحيح، لقد تذكرت، استمتع بوقتك يا دهشان. أنا آسفة، فلتت مني من دون قصد. مركز إطفاء المدينة. ماذا؟ نادر، لدينا حالة طارئة، اندلع حريق في مدرسة. لكنك أرسلت نادر إلى المقهى ليحضر لك شطيرة من أجل الرحلة. أنا سأعالج هذا الأمر بنفسي، هيا بنا أيها الفريق. ما هذا؟ يبدو أن هناك أحضر يا درة. دهشان، لا حياة
الحريقة هنا. آسف، لا وقت للكلام، هيا بنا إلى العمل. إذا كان هناك حريق فلا أعتقد أنه خطر، فأنا لا أرى دخاناً. لا يوجد حريق هنا. لقد كان إنذاراً كاذباً. لقد انطلق إنذار الحريق في المدرسة دون قصد. لا بأس، تقع هذه الحوادث عادة. أنستا، أنزلوني أرجوكم، لقد علقت هنا. ما الذي يفعله جزر في الأعلى؟ حسناً، عندما انطلق صوت الإنذار أصيب جزر بالذعر وظن أن السطح هو أكثر أماناً للهروب من الحريق، وهكذا علق هناك ولم يستطع النزول. أنا لم أهرب أبداً، كنت أهرب. تشبث جيداً يا جزر، سوف ننزلك، هيا أيها الفريق. أنا مستعد يا دهشان. هيا يا فلفلة. الأمر سيء، لا أستطيع رفعك أكثر. هكذا لن أصل إليه. النجدة، سأظل عالقا هنا إلى الأبد. وداعا يا أصدقائي، سررت بمعرفتكم، أرجوكم أخبروا الجميع بأنني كنت شجاعا حتى النهاية. جزر عالق على السطح؟ لا عليك، سآتي أنا وساهر وسراب مباشرة. هيا يا ساهر، عليك أن تذهب أنت وسراب لإنقاذ جزر. آمل أن تجد مفتاح سراب بسرعة. بالطبع سأجده بسرعة، إنه هنا في جيبي. هذا مستحيل، أضعته ثانية؟ لا عليكما، لقد تذكرت، احتفظت به في مكان آمن في الكوخ على الشجرة، وذلك كي لا أضيعه. لنذهب بسرعة. حالة إسعاف؟ أجل، لقد علق جزر على سطح المدرسة، قد يسقط في أي لحظة. ساهر وسراب جاهزان للمساعدة. إلى أين يا ساهر؟ إلى المدرسة، علق جزر على السطح ونحن أمله الوحيد في النجاة. حظا موفقا لكما. ما المشكلة يا سراب؟ لست متأكدة، ولكنني أشعر بشيء في محركي. هذا أفضل بكثير، مهما كانت المشكلة يبدو أنها حلت الآن. لقد نجونا بأعجوبة، كنا على وشك التحطم قبل قليل. أحسنت التخطيط يا ساهر بإحضارك هذا الحبل. الحبل؟ أي حبل؟ ذلك الحبل، استخدمناه في جر أحد القوارب البارحة، وقلت ربما يكون مفيداً لنا اليوم أيضاً. فلفلة، أعطني حزام الأمان من فضلك. تفضل. لا أستطيع الاستمرار أكثر من ذلك، لقد تعبت. أصمت قليلاً يا جزر. اربط نفسك بحزام الأمان يا جزر. أفلت يديك الآن. لقد كان ذلك ممتعاً. ممتعاً؟ كان من السخف أن تتسلق سطح المدرسة بهذه الطريقة يا جزر. عندما ينطلق إنذار الحريق مرة أخرى، اتبع خطوات الهروب من الحريق بدقة ولا تتصرف كما يحلو لك. أنا آسف. مرحباً، هل فاتني شيء ما بينما كنت أحضر الشطائر؟ لا، ليس الكثير. والآن يمكنني الذهاب. مهلاً، أين حقيبتي؟ لقد تركتها هنا، فيها تذاكري وجميع أغراضي. ساهر، لدي مهمة أخرى لك. أمرك يا نبهان. يبدو أن هناك لصاً طليقاً، أحدهم سرق حقيبة دهشان. سأذهب إلى هناك حالاً. مرحباً أيها الأطفال الصغار. مرحباً درة، أسمعتِ ما حدث؟ علق جزر على سطح المدرسة، وجاء ساهر مع سراب لإنقاذه.
لم أكن في حاجة إلى مساعدتهما، كما أنني لم أكن خائفا، حتى أنني كنت أريد أن أقفز من فوق السطح لأنني أقفز ببراعة. لكنك لست بارعا في القفز مثلي أنا. أنا أفضل. فقد كنت أقوم بالقفز الطويل عندما كنت صغيرة، كما أنني أستطيع الوثب هكذا وهكذا ليس سيئا، لكنني أفضل من يقفز في مدينة الأصدقاء وأنا. مهلا يا جزر، أعتقد أن درة قد أذت نفسها. لا تخافي يا درة، سأقفز لإحضار المساعدة. نينو نينو نينو. أظن أن إصابتها خطيرة، ولا أظن أنها قادرة على السير مجددا أو القفز أو أي شيء. انتظر، سأحضر حقيبتي الطبية. مقبض حقيبتي مكسور، لا بأس، سأصلحه عندما نعود. انتظرني. أردت أن أرى كيف سيجري العملية. لا يبدو لي أن إصابتك خطيرة كما وصفها لنا جزر. أظن أنه أخبركم بأن قدم درة قد قطعت. مرحبا ساهر. لا أستطيع التوقف، فلدي قضية مهمة. كان دهشان ذاهباً لقضاء عطلته، لكن أحداً ما سرق حقيبته. هل لديكم أي معلومة قد تفيدنا؟ لا لا مع الأسف. إنه مجرد التواء. سأعطيك ضماداً من أجل ذلك. لا أظن أن هذه ستنفع في شفاء كاحلي. ماذا لدينا هنا يا بنان؟ أعتقد أنني حللت الآن قضية الحقيبة الضائعة. يجب عليك أن تعطينا بعض التفسيرات. لكن أنا... صدقني يا ساهر، لا أعرف كيف وصلت الحقيبة إلى هنا. إذن كيف تفسر وجود هذه معك؟ مهلا يا ساهر، لابد أن خطأ ما قد حصل، من المحال أن يفعل بنان ذلك. لا، أقصد أنني ظننتها حقيبتي الطبية. لم أقتنع بهذه القصة. هل استفدت منها بشيء يا ساهر؟ ماذا؟ استفدت من ماذا؟ عما تتحدثين يا فارعة؟ عن الحقيبة. لقد رأيتك أنت وسراب تأخذانها من محطة الإطفاء صباح هذا اليوم، وذلك عندما ذهبتما لنجدة جزر. لقد علقتها بنهاية ذلك الحبل وبطريقة جيدة على ما أعتقد. ماذا؟ ساهر أخبرني، هل ألقيت القبض على من سرق الحقيبة؟ لا، أعتقد أن هناك بعض الأخطاء قد حصلت. يبدو أن ساهر هو من أخذها، ولكن دون قصد. أرجوك لا تغضب يا ساهر، الجميع معرضون لهذا النوع من الأخطاء. لا، ساهر فقط هو من يرتكب أخطاء كهذه. لا تقلق يا نبهان، سنحل مشكلة المرور بعد قليل. وأنا سأتوجه إلى السلطات المعنية لإصلاح الإشارة الضوئية. نعم، هل أساعدك؟ انتظر حتى يراك كل من راجي ومنى يا لفلو، سيحبانك. جزر، ما الذي تفعله؟ كيف لم تنتبه لقدومنا؟ ألم تتعلم بعد كيف تقطع الطريق؟ نعم، لم أتعلم. لم تتعلم حتى الآن؟ عندما تريد أن تقطع الشارع يجب عليك أن تتوقف وتنظر وتستمع. حسنا سأفعل، أنا آسف. يستحسن أن نحضر لينا وبنان لإلقاء نظرة عليه. مرحبا لينا، شهاب يتكلم، لدي مهمة لك. نعم، كيف يمكنني؟ نبهان، يوجد أحد ما على الباب. لا، لا أحد هناك، يبدو أن شخصا ما لديه وقت فراغ فرغب في ممازحتي. حسناً يا جزر، خذ حذرك في المرة القادمة عندما تقطع الشارع حتى لا تتأذى. حسناً يا بنان. كنت أنسى، لفلوف. لفلوف؟ لفلوف؟ لفلوف، سأخذه ليلتقي براجي ومنى. شكراً بنان، لينا مسعفة.
هفلوف. أقدم لك صديقي المفضلين راجي ومنى. راجي ومنى أعرفكما إلى لفلوف. إنه خجول. هيا يا لفلوف أخرج. لفلوف لقد اختفى. لفلوف لا، أين هو؟ لقد اختفى. متى اختفيت؟ ربما خرج من الصندوق عندما وقعت على الطريق. لفلوف يجب علينا مساعدته. بالتأكيد هذا رأيي أيضا. نعم من الطأ؟ أعرف أنك تسمعني، وعندما أمسك بك لقد فعلها مجدداً. هل رأيت من فعل ذلك؟ لا يا نبهان، لم أنتبه لأنني كنت أراقب شهاب أماني. لقد حل مشكلة السير. ساهر، ساهر. حاضر. ألديك مهمة لي يا نبهان؟ أجل، أعتقد هذا أحد ما يقوم بالدق على جرس الباب ثم يهرب بعيداً. وتريدني أن أعرف من يفعل ذلك؟ سأتولى القضية. كيف يبدو مظهره؟ لا أعرف يا ساهر، لو كنت رأيت شكله لأمسكت به بنفسي. صحيح، صحيح، أنت محق. انتظر لحظة، لدي فكرة رائعة راودتني الآن. أمسكت بك أيها المشاكس. ما الذي تقصده؟ لم أفعل شيئاً. الدق على أجراس الأبواب ثم الهرب يعتبر غير لائق، وخاصة إذا كان الباب لرئيس قسم الشرطة. لم أفعل، أقصد أنا لم أهرب. دعني أخمن، رن جرس الباب بمفرده. نعم، أنا ضغطت على الجرس. مهلاً يا صغيري، ما بك؟ جزر فقد لفلوف. فقد ماذا؟ حيوانه الأليف الجديد لفلوف. لقد جاء إلى هنا ليطلب منك أن تساعده في العثور عليه. فهمت الآن. حسناً، بكل سرور، وهذا واجبي. حاول أن تصف لي كيف كان. ما هو شكل لفلوف لنبحث عنه؟ مغطى بالفرو الأسود، أرجله طويلة ولو عينان جميلتان وكبيرتان. وقد اختفى. لا تبكي، اهدأ، سيكون بخير. ما المشكلة؟ مشكلة صغيرة، عليكم الذهاب للبحث عن حيوان صغير. عن ماذا؟ فقد جزر حيوانه الأليف واسمه لفلوف. يعتقد أنه ضاع منه وقت الحادث عندما اصطدم بك. في رأيي هذا العمل من اختصاص همام. كلب جيد يا همام، اعثر عليه. هيا انطلق يا همام. اطمئن يا جزر، سيعثر همام على لفلوف. ما رأيك في هذه الأثناء أن تذهب مع صديقيك إلى قسم الإطفاء وتطلب من دهشان والفريق أن يساعدون في البحث عنه؟ شكرا لك. وداعا نبهان. وداعا. لديه أرجل صغيرة وناعمة جدا، وتراه ينظر إليك بعينين كبيرتين، وهو أسود اللون ويكسوه الفرو. مسكين يا جزر. ما عليك يا جزر، سنعثر عليه، آمل ذلك. مرحبا شهاب، أتبحث عن جرو جزر الصغير؟ جرو؟ ظننت أنها قطة ضائعة. أهي قطة صغيرة؟ سمعت يا نادر؟ يجب أن نبحث عن قطة وليس عن جرو. حسنا يا شرارة. لفلوف، لفلوف، هذا أنا يا لفلوف. لو أعلم أين أنت. يا للمسكين جزر. أسف يا دحروج، هذا كفيل بمساعدتي على الإمساك بشبح الباب يا صديقي. ساهر، ما الذي تفعله؟ سأختبئ في الجهة المقابلة من الشارع وأراقب الباب من صندوق البريد هذا، ثم أنتظر من يقرع الجرس حتى يصل. بعدها أقبض عليه. لن نعثر عليه أبدا. لنرى هل استطاع همام أن يجد شيئا. أوه،
مرحبا فارعة. أعتقد أن هذا جديد، لم أره هنا من قبل. ولما وضعه قسم البريد هنا؟ لا أعلم، فهناك صندوق آخر بعد المنعطف. على أي حال لابد أن لديهم أسبابهم. من قال هذا؟ أنا. ابتعدي من هنا. من هناك؟ هذا أنا. والآن ابتعدي من هنا. لا أعرف ما الذي يجري هنا. صندوق بريد يتكلم. أعتقد أنه يجب أن يكون نبهان على علم بهذا. دراء، هذا أنت؟ أجل، هذا أنا على ما أعتقد. حسناً دراء، سمعتك من المرة الأولى. نبهان، هل أنت على ما يرام؟ أنا بخير. ساهر، ساهر، يمكنك الخروج. ليس هناك أحد يرن على الجرس، يبدو أنه معطل، إنه يحتاج إلى إصلاح. ما الذي يحدث؟ ما هذا؟ النجدة! النجدة! أبعده عني! النجدة! إنه لفلوف! ما هذا؟ هذا عنكبوتي الجميل الأليف! أما أنت يا ساهر، فعندما تقطع الشارع مرة ثانية تذكر أن تتوقف وتنظر وتستمع. مسعفة، هل أنت بخير؟ أجل، لما تسألين؟ لأن الجولة غير مريحة. حقاً؟ أنا آسفة، أنا حقاً على ما يرام. إلى اللقاء يا أمي، نراك لاحقاً. كونوا حذرين عندما تقطعوا الشارع واستمتعوا بوقتكم معاً طوال اليوم. شكراً، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أمي. إلى اللقاء. ما الذي حدث لمسعفة؟ مرحباً، إلى أين أنتم ذاهبون؟ سنقود الدراجات في الطرق الوعرة. على التلة، فوق تقاطع سكة القطار. رائع، المكان جيد هناك. لما تقودين بتلك الطريقة مسعفة؟ أية طريقة؟ أقصد، تسيرين قليلاً ثم تتوقفين. هذا ليس بالأمر المهم. أعتقد بأن بطارية مسعفة بدأت تفرغ. لا، بطاريتي على ما يرام. دعونا ننهي هذه المهمة باكراً ثم نقوم بالفحص. حسناً، إلى اللقاء. مرحبا ساهر، تبدو سعيدا جدا هذا الصباح. كيف حالكم؟ نعم، هذا صحيح. جيد، وهل ستخبرنا السبب؟ ظننتك لن تسأل أبدا. حسنا، تعلمون أنني أفقد مفاتيح سراب دائما. الجميع يعلم ذلك يا ساهر. ما يسعدني أن ذلك لن يتكرر مجددا. حقا؟ حسنا، لكنك معتاد على ذلك. لا، انظروا، إنه معلق برقبتي الآن، لذلك لن أفقده بعد اليوم. إنها فكرة رائعة. صحيح، ولم يعد لديك أي حجة الآن. الحاجز مرفوع، يمكننا المرور. على أي حال، لنقترب ونتأكد من ذلك. الطريق خال. من نبهان إلى لينا. من نبهان إلى لينا. أسمعك يا نبهان، ما الأمر؟ لديك مهمة، جرح أحد عمال المزرعة ساقة، توجهي إلى هناك. حسناً، أين هو؟ بستان الصداقة، والطريق الوحيدة للوصول إلى هناك هو عبر قطع السكة الحديدية. نعم، العنوان واضح. سنحاول الوصول بأقصى سرعة. جزر، لا، جزر. دائماً أنا الفائز. يتعرض الأبطال.
يتطل للحوادث دائما، وذلك بسبب أنهم يخاطرون بتجربة الأشياء التي لا يجرؤ الآخرون على فعلها. بالطبع أيها البطل، هل أنت بخير؟ نعم. ما هذا؟ إنه القطار. نعم. نحن نقترب من التقاطع. أنا آسفة. لا عليك. ما الأمر؟ مخاطبك يا مسعفة. لا أعلم، لقد توقفت. نعم أرى ذلك، وقفت في منتصف السكة الحديدية، علينا التحرك. لا أظن أني قادرة على هذا، آسفة، أعتقد أنني تعطلت تماما. توقيت سيء. من لينا إلى نبهان، أتسمعني؟ أسمعك يا لينا. نحتاج إلى المساعدة، تعطلت مسعفة على السكة الحديدية، يجب أن يأتي شهاب لسحبها ويأخذ بنان إلى المزرعة. لا تقلقي يا لينا، شهاب في طريقه إليكم. انظروا، ماذا هناك؟ مسعفة، يبدو أنها تعطلت. أوه يا إلهي، تعطلت على السكة الحديدية، هذه مشكلة. أخبرتني لينا سابقاً أن هناك عطلاً ما. القطار في طريق عودته، ماذا لو اصطدم بمسعفة؟ يجب أن لا يفعل، هيا بنا، علينا أن نوقف. انتظروني. شكراً لوجودكما معنا. لا داعي إلى ذلك. حسناً، لوحي لي عندما تجهزين. انقطع الحبل. أنا آسفة يا لينا، كل ما يحدث هو خطأي أنا، كان يجب أن أدعك تصلحينني عندما طلبت ذلك. ماذا عن سراب وساهر؟ فكرة جيدة يا بنان، سيأخذانك إلى المزرعة بينما نحاول إخراج مسعفة. من لينا إلى نبهان، أتسمعني؟ نبهان معك، تكلمي. نحن غير قادرين على إخراج مسعفة بعيدا عن السكة الحديدية، أرسل ساهر وسراب لأخذ بنان. حسنا، دعي الأمر لي. حسنا نبهان، نحن في طريقنا. هذا الصوت أشبه بصوت الخروف من صفارة الإنذار. سيصل ساهر وسراب إليكم قريباً، وسأرسل شرارة لسحب مسعفة. شكراً. سأذهب إلى السكة الحديدية وأعطيه إشارة ليتوقف. لا، هذا عمل خطر جداً يا جزار. يجب أن لا تقف على السكة الحديدية أبداً، لكن يجب أن نعطيه إشارة. ولكن إذا لوحنا من هنا سيعتقد أننا نسلم عليه فحسب. اسمعاني، نحن نحتاج الآن إلى شيء للتلويح به، مثل راية تشير إلى الخطر. من أين نحصل على راية؟ وجدتها. سأحضر مفتاح سراب ثم ننطلق مباشرة. لا، إنه ليس هنا. أين هو؟ فكر يا ساهر، فكر. من لينا إلى ساهر، من لينا إلى ساهر، كيف تسير الأمور؟ سيئة، مفتاح سراب يا لينا، أضعته مجدداً. ساهر، هذا لا يعقل. إنه ليس في المكان المعتاد. ساهر، يجب أن ساهر. يكون معلقاً. اسمعني. هنا لم أجد المفتاح. معلق برقبتك، أنسيت؟ ماذا؟ نعم. أنا وضعته ونسيت، أنا آسف. الاحتفاظ بمفتاح معلقا برقبتك طريقة رائعة يا ساهر. هذا رأيي أنا أيضا. الحمد لله، سيصل ساهر قريبا. شرارة في الطريق إلى هنا أيضا. ستكون الأمور على ما يرام. إنه القطار في طريق عودته الآن. أخرجوني من هنا بسرعة أرجوكم. الآن توقف! 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 افتح عيني الآن. رائع. انتهت المشكلة على خير، اهبطي بنا يا سراب.
بسرعة، هيا بنا إلى المزرعة. حسناً. شكراً يا ساحر. رائع، نجحنا أخيراً. شكراً جزيلاً لكم جميعاً. أخبريني لينا، كيف تمكن القطار من التوقف في الوقت المناسب؟ هل أنتم من فعل هذا؟ حذرتم القطار؟ نعم، فقد رأيناك من الأعلى ثم نزلنا على دراجاتنا ولوحنا له ليتوقف. حسناً، شكراً لكم، أشكركم من قلبي. من بنان إلى لينا، المصاب معنا وهو بخير. أجريت الإسعافات الأولية وسنأخذه لإتمام العلاج في المستشفى. شكراً يا بنان، وشكراً لكم جميعاً، كان هذا عملاً جماعياً ممتازاً. هيا يا منى سددي. هدف هدف، كنت متأكدة من أنني سأسجل. أرني نفس الهدف مرة أخرى. حسنا، مستعد يا جزار؟ لن تتمكني من التسديد هذه المرة. مهلا، انتظري لحظة. مرحبا شرارة، مرحبا فلفلة. رائعون. ما المفاجأة في هذا؟ إنه شرارة فحسب. لكنك لا تعلم أنني أرغب في أن أصبح رجل إطفاء. تستطيع تحقيق ذلك عندما تكبر يا جزار. أود تحقيقه الآن. إلى أين ستذهب؟ لأشاهدهم بالطبع. صباح الخير يا لينا. أهلاً مسعفة. كيف حالك يا لينا؟ أهناك مشكلة؟ في الحقيقة نعم، لقد فقدت ميمو. أوه خسارة، إنها قطتي المفضلة يا لينا. ما الذي حدث؟ اختفت بعد تناول فطورها، وكان لدي عمل فلم أستطع البحث عنها. لنذهب للبحث عنها الآن، إذا وصلتنا حالة إسعاف ننطلق من منزلك. هذه فكرة رائعة يا بنان. هل يوجد أحد في الداخل؟ لا، لحسن الحظ أن الجميع هربوا بعد اندلاع الحريق. جيد. إنهم عائدون. هيا يا جزر، حان دورك في حراسة المرمى. سأذهب إلى قسم الإطفاء لأتحدث مع شرارة. إلى اللقاء. إنه لا يصدق أبداً. هذا هو جزر. بحثت في كل مكان، ليست في المنزل ولا في الحديقة. ربما كانت في حديقة شخص آخر، دعينا نسأل في الجوار. هيا يا شرارة أخبرني، كيف أصبح رجل أطفاء جيد؟ حسناً، على الإطفائي الجيد أن يكون قادراً على أداء جميع المهام. ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل الاستماع مثلاً. حسناً، ماذا كنت أقول؟ أولاً عليك أن تصوب خرطوم الماء بدقة نحو مكان الحريق. اللعب ليس ممتعاً من دون جزار. شكراً لك، تعرف ما أعنيه يا راجي. نعم، ولكن من الصعب التوافق معه، إنه متحمس جداً لفكرة رجل الإطفاء. ربما هي مرحلة مؤقتة. استمعي إلى نفسك، تتحدثين كأمي. نعم صحيح، وأنت تبدو كراجي. ها انظر. مرحبا يا قطتي الصغيرة، مرحبا، إنها جميلة ولطيفة. أتحب كرة القدم؟ يبدو ذلك، إنها ودودة جدا. أتساءل أين تعيش؟ آسفة لسماع هذا يا لينا، قلت إنها باللون الأبيض والأسود. لقد رأيت كلبا بلون أسود وأبيض منذ دقائق قليلة. لكن ألم تري قطة؟ لا، رأيت سنجابا على الشجرة بهذا اللون. المهم أنك لم تري قطة. لا أنا آسفة، لا أظن أنني رأيت ميمو، لكنني أعدكما بأنني سأظل متيقظة. حظا موفقا. ماذا سنفعل الآن؟ يبدو أنها ابتعدت كثيرا، لنجرب الشارع الآخر. يجب عليك أن تثبتي في مكانك يا فلفلة لأنظفك بطريقة جيدة. شكراً على هذا يا جزر. آسف يا نادر. أنا آسف حقاً.
يجب أن تعتذر بالفعل. علي الآن تجفيف نفسي من هذا الحمام المفاجئ. ربما علي أن أتدرب كإطفائي تدريباً جيداً. أجل، هذا أكثر أمناً. ماذا تفعل؟ أخبرني شرارة أن رجل الإطفائي يجب أن يكون ذا لياقة عالية وقوية. هذا صحيح، تابع تدريبك إذن. هيا يا قطتي، انظر كيف تتسلق. لقد صعدت مسافة كبيرة للأعلى. هيا يا صغيرة، انزلي إلي. لن أعثر عليها أبداً. لا تيأسي، لا يزال لدينا أمل. ألديك لها صورة؟ نعم، أحتفظ بواحدة. نطبع بعض الملصقات ونعلقها، لعل أحدهم يتعرف إليها. حسناً، لنفعل ذلك. جيد. أظن أنها علقت، كيف سنساعدها؟ لا أعرف يا منى. هذا ساهر، ربما يعرف. ساهر، هيا يا دحروج. لدينا قطة علقة على الشجرة، أيمكنك إنزالها؟ كيف تسلقت ارتفاعاً عالياً كهذا؟ أظن أن هذا من اختصاص فلفلة. صحيح، يمكنها أن تصعد إليها بسلتها. من ساهر إلى دهشان؟ دهشان يتكلم. أنا في المنتزه يا دهشان، هناك قطة عالقة على شجرة كبيرة ومرتفعة، أعتقد أن هذا من اختصاص فلفلة. لا مشكلة، ستكون عندك بعد قليل. شكراً يا دهشان، ستصل فلفلة بعد بضع دقائق. رائع، لا تخاف يا قطة، سنساعدك على النزول. مستعدة؟ مستعدة. هيا بنا إذن. لقد ذهبوا من دوني. نادر، شرارة، انتظراني. عظيم، إنهم قادمون. سيندم جزر كثيرا لتركه إنقاذ القطة. ربما لا يزال يتبعهم. الهرة عالقة في الأعلى. لا مشكلة، سننزلها في لحظات. ولكن أين فلفلة؟ ماذا؟ فلفلة؟ فلفلة؟ مرحبا جميعا، أنا فلفلة الجديدة. جزر؟ ما الذي تفعله هنا يا جزر؟ وأين هي فلفلة؟ لا أدري، كنت ألقي نظرة فقط عندما انطلقت مع شرارة فجأة. جزر، يجب عليك ألا تصعد على شرارة أو أن تقترب من خزان فلفلة دون إذن منا، هل هذا مفهوم؟ أنا آسف يا نادر، لكنني تأكدت إن كانت فلفلة مستعدة أم لا. جزر، تجاوزت حدك. أرجوك دعني أنقذ القطة الآن، أنا جيد في تعاملي مع الحيوانات. انظر، تعالي أيتها القطة. جزر هنا من أجلك. لقد ذهبتم من دوني. جزر، ما الذي يجري هنا؟ عليك الآن إنقاذ تلك القطة. آسف لمجيئي من دونك، سأشرح لك لاحقا. لقد عثرت عليها، ستكون لينا سعيدة بهذا. لينا؟ لماذا؟ لأن هذه قطتها الصغيرة ميمو المفقودة، كانت تبحث عنها طوال اليوم، ألم تعرف هذا؟ نعم ساهر. هل أنت متأكد؟ آمل أن تكون درة محقة، سأتي على الفور. ميمو، شكرا جزيلا يا فلفلة، شكرا للجميع على مساعدتي في إيجادها. كان الأمر مشوقا، لكنني لم أنجح في إنقاذ ميمو، أليس كذلك؟ تمسك بتحقيق حلمك بأن تصبح رجل إطفاء يا جزر، وفي هذه الأثناء العب كرة القدم واستمتع بوقتك، ويجب عليك ألا تقترب من سلة فلفل مرة أخرى دون إذن، فماذا لو احتجنا الماء ولم نجد؟ أنت على حق، أنا آسف جدا جدا، وعندما أصبح كبيراً سألعب كرة القدم. لأنني لاعب الكرة الأفضل على مستوى العالم كله. هيا لنلعب.
مرحبا يا نادر. نادر، ماذا تفعل؟ إنه يوم عطلتي لذا أرسم، لأن الرسم هوايتي المفضلة. لم أعلم أنك تجيد الرسم. حسناً، لست جيداً في الرسم لكنني أستمتع به. نعم، هذه هي البركة. انتبه جزر. نعم، إنها البركة. وهذه البقعة الخضراء هي الأشجار. نعم صحيح. ما هذا؟ حريق. ماذا؟ أرى دخاناً من هنا، يبدو حريقاً هائلاً في الحقول. نادر، لدينا حالة طارئة. نادر في منتزه الأصدقاء، اليوم عطلته، هل نسيت؟ حسناً، أظن أن عليه أن يأخذ إجازته في يوم آخر، نحن نحتاج إليه، هيا بنا. ما هذه النقطة الصفراء؟ أزهار النرجس. يبدو هذا صوت شرارة. هذا صحيح، ربما هناك حريق في منتصف البلدة والجميع عالق في الداخل، يقفون على النوافذ ويصرخون النجدة النجدة، والدخان يحيط بهم وهم يسعلون النجدة، وألسنة اللهب تكبر باستمرار. هيا يا نادر، حصل تغيير في الخطط، اصعد. انطلق يا شرارة، انطلق، لا تخشى شيئا، لست وحدك. انتظروني، سأذهب لأخبر راجي ومنى عن هذا. على مهلك يا شرارة. آسف. مستشفى مدينة الأصدقاء؟ لينا، لدينا حريق كبير في مزرعة الأصدقاء، قد تكون هناك إصابات. نحن في طريقنا إليك. يبدو أن هناك أمر طارئ للغاية. من تجرأ ورش الطلاء على دار البلدية؟ يبدو أن لدينا بعض المخربين في المدينة، لا يجوز أن يحدث شيء كهذا في مدينة الأصدقاء. توجد بقع طلاء حمراء وصفراء وزرقاء، يجب أن تتصرف يا نبهان، شيء ما يحدث في المدينة. يجب ألا يمر الناس عبر المدينة ويروا هذا، شخص ما يخرب الجدران. هذا لا يجوز أبدا يا نبهان. طلاء على الجدران في مدينتنا، ما الذي ستفعله حيال هذا؟ نعم بالضبط، سأكلف ساهر بهذه المهمة. ساهر، هل من مهمة لي يا نبهان؟ ساهر، أحد ما يحاول تخريب دار البلدية ويرش الطلاء على جدرانها، ويجب فعل شيء حيال تلك الأفعال السيئة. لا تكتفي بالوقوف فحسب، اذهب وتحرى عن الفاعل. سأذهب حالا. هذا جيد يا فلفلة. نادر، إلى يمينك. لم يكن حريقاً كبيراً كما وصفه جزر. لو كان الحريق كما وصفه لكنا سنظل هنا حتى الثلاثاء القادم. أحياناً يبالغ في سرد الأحداث، أليس كذلك؟ أحياناً فقط. كان حريقاً ضخماً، لم يسبق وأن وقع حريق مماثل. هذه المرة الأولى في تاريخ مدينة الأصدقاء. تطايرت ألسنة اللهب المخيفة مئات الأمتار في السماء، وكان الدخان الكثيف أسوداً وقاتماً وما الذي كان يحترق يا جزر؟ لقد كان شيئاً كبيراً جداً، بل ضخماً، والنار في كل مكان مرحبا شرارة، هل أطفأتم الحريق؟ نعم يا راجي أطفأناه، لا تقلقوا، مجرد حزمة قش في مزرعة الأصدقاء. إلى اللقاء. ما يزال رطبا. مرحبا ساهر. آسف شرارة، لا أستطيع التحدث الآن، فأنا أحقق في قضية مهمة كثيرا. لقد قام بالطلاء الآن ونحن موجودون هنا ولم نره؟ هيا يا دحروج، لابد أنه لم يبتعد كثيراً. نينو 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 جزر، هل رأيت الحريق؟
نعم، لقد كان في الحقيقة لم أره. ماذا؟ ما الأمر؟ إذن هو أنت يا جزر، أنت من خرب المكان برش الطلاء على جدران دار البلدية. أنا؟ أي طلاء؟ لست أنا. كيف تفسر إذن وجود هذه اللطخات من الطلاء على ملابسك؟ تكلم. لا أعرف. تذكرت، نعم أستطيع تفسير ذلك. رسم نادر لوحة في المنتزه، كنت معه فلابد أن ألوانه هي السبب. قصة صعبة التصديق نوعا ما، فأنا لم أرى نادر يرسم من قبل. هذه الحقيقة، كان يرسم. لابد أن عدة الرسم ما تزال هناك، تركها عندما توجه لإطفاء الحريق. سوف نرى. لكنها كانت هنا، اللوحة والحامل والألوان وكل عدة الرسم. من الأفضل لك أن تأتي معي دون مقاومة يا جزر. ما هذا الصوت؟ لا يمكنك خداعي بهذه الحيلة القديمة. ساحر، ما الذي تفعله بلوحتي؟ يضيف لمساته عليها. أين هي ألواني والحامل؟ يبدو أنه وجدها. حسناً جزر، يبدو أنك كنت تقول الحقيقة، لكن هذا لا يحل لغز المخرب الذي يطلي الجدران، وأنا مصمم على متابعة التحقيق وكشف الحقيقة. أعتقد أن هذه لك يا نادر. يبدو أن علي البدء من جديد، ولم لا؟ سوف أبدأ من جديد. سوف أتعقب خطى الفاعل، وإلا لن يكون اسمي ساهر المحقق الفذ العبقري الخارق. ما هذا من الأرض؟ إذن هذا ما حصل، إن عبوات ألوان نادر قد سقطت في الشارع، فداس الناس عليها وحدث ما حدث. إذن هذا ليس من فعل مخربين. لا، مجرد سلسلة من الحوادث غير السارة. أحسنت صنعاً يا ساهر، ستصبح محققاً ناجحاً. والآن إلى مهمتك التالية. أنا مستعد يا نبهان. توجه إلى ساحة المدينة ونظف الألوان. أنا؟ لماذا أنا؟ أماني أخذت همام للتنزه، وحان موعد غدائي، لذا فالمهمة لك. ساهر، ما الذي تفعله؟ أنظف هذه الألوان عن جدران الدار. هل أساعدك؟ نعم، نعم، بكل تأكيد تستطيع، سننتهي بسرعة. جيد، فأنا كما تعلمون مزيل الطلاء عن الجدران الأفضل في العالم كله. نادر، ما الذي تفعله؟ أنا أرسم فلفلة، إنني أبدع. ماذا يفترض بهذا أن يكون؟ إنه المنتزه طبعاً. لا يشبهه أبداً. نعم صحيح، لم تكن لوحتي الأولى جيدة، ولكن عندما رأيت كيف لطخ جزر الألوان عليها بدت مثيرة للاهتمام، وعندها أدركت أن علي رسم ما أشعر به عوضاً عما أراه. حسناً، على الأقل تبدو لي كأنك رسام محترف.